خليني كمان أسألك عن يعني الموضوع المادي والكلام الماديا، زي ما اتكلمت الإمكانيات المادية قد إيه بتفرق مع الأندية عشان تكون بتنافس في الدوري الممتاز؟ لا بتفرق بشكل كبير جدا. احنا شفنا يعني نادي مثلا زي بيراميدز اللي بيوصل له كل سنه ان هو يبقى في الصوره وبيوصل لحد رمك الاخير وبيتقدم سنة في عن سنة. المنافسه بالظبط، هو الامكانيات الماديه، اللعيبه اللي عنده لو هو ما عندوش الامكانيات الماديه دي مش عارف يجيب لعيب منهم صحيح، ولا يعرف يحافظ على اللعيبه اللي كانت عنده من بدري لحد دلوقتي، أكيد لان النجوم اللي عنده بيتم التجديد ليها بشكل سهل، وده بسبب الناحيه الماديه. أندية تانية زي نادي الإسماعيلي، نادي إحنا كبرنا على اسم الإسماعيلي وكرة طبعا الإسماعيلي والإسماعيلي لقيناه على طول في الصورة كل سنة عن على طول الإسماعيلي في أفريقيا. الإسماعيلي بقى لنا سنين موقف، طبعا الإسماعيلي مش أحسن حاجة خالص، صحيح، كل ده يعني بتوصل ان احنا بنبارك الاسماعيلي على بقائه في دوري الاضواء، ومش ودي لأول سنة شيء يعني غريب بالظبط. غريب جدا على الاسماعيلي، وكمان في ظل ان احنا طول الوقت او في السنين اللي فاتت دي كان دايما بيتم تدعيم كل انديه الدوري الممتاز بلعيبه وبمواهب كبيره من النادي الاسماعيلي، خارجه كمان من ناشئين الاسماعيلي، ولكن طبعا في الفتره اللي فاتت دي حتى قطاع الناشئين ما فيش فيه اي اهتمام، غير كمان الازمات الماديه اللي حط فيها نادي الاسماعيلي اكيد المجالس السابقه، ان ما كانش فيه بالظبط، تخطيط، ما كانش فيه تفكير هنعمل ايه وهنصرف منين وهنسدد ازاي، ما هي بقى دي فبالتالي النقطة، دايما مهدد بايقاف القيد وبالشكاوى وحاجات من دي كتير، ما هي دي النقطة. ازمات كتير هو جدا مش على النادي جانب مادي الاسماعيلي. بس، هو عدم وجود كوادر فنية وإدارية جوه النادي الإسماعيلي تمشي بأسس علمية. لا هو الإسماعيلي بيدار مع احترامي الكامل يعني بشكل كبير من العشوائية، مع عدم وجود نواحي ماديه قويه يقدروا ان هم يستندوا عليها ويجيبوا لعيبه، هو في عشوائيه بشكل كبير. يعني الاسماعيلي السنه اللي فاتت بالذات غير اكتر من 9 مديرين فنيين، ما فيش حد بيعمل كده. صحيح. طيب يمكن كنت بتناقش مع الاعداد قبل ما ندخل الحلقه دي عن الاسماعيلي بالتحديد، وكنا بنتكلم ان الاسماعيلي من ايام دي صبر من 2018 يمكن لغايه دلوقتي وفي هبوط كبير جدا في المستوى، يعني ما بين بقى تغيير ادارات فنيه زي ما بتتكلم، تفريط في اهم عناصر الفريق، بيع لعيبه انت بتبيع وما بتجيبش لعيبه على نفس المستوى، زي ما اتكلمنا كمان عن الملف الخاص بالناشئين وعدم الاهتمام بالناشئين، ما بنشوفش ان الاسماعيلي في الفتره اللي فاتت دي او الفتره القريبه اللي فاتت بيطلع مواهب كبيره بتكون موجوده في انديه الدوري الممتاز.